44-year-old Wahdah lives in Sana'a, Yemen, with her four children. She's a widow who cares for her children alone. But as each child grows up, they begin to develop disabilities. She's already lost three children, and now she fears for her surviving four. قال لك هذاك التخطيط العمر كله تخطيط عضلي وتخطيط اعصاب قالوا ان عندهم هذا الاعصاب مختفضه ما ادري كيف هذا بيقولوا عملوا لهم الكشافات قالوا لا يستحملوا هنا اي عمليه لا في امل يسفروهم لا ما قدروا بنثمان خلاص أنا أقول له ما أنت تسمعه الألم، أنت تسمعه الوجع، أنا أقول له شو أنا أسمح بروحي شيء إلا باطل مستحمل ما روحي ما يستحمل شيء يبز نفسه الجاهل ما يستحملش تبزي له ما قدام سنة بتفكوا له وفتك بسرعة سحين ترجمي بالهزلة من يدش بيتنا وغرفتي ينزل المطر كله لا قد وقعت لا شوية زنيني لا داخل حرم يا رمضان اللي خاطر نحن بين المطر كان ادفهم بثلاث بطانية ما طلعت وهم رجفوا تحت قلنا ما نعمل وين نجي وهو بيت المطري والله اني عشرة لا جو اقول له والله ما قدر اجمع كل عشرة عادني اقول لك عادي متنقصة يقول لي خرجي فرشي لهم بالشارع ما يوقع بهم ما بنسى نجمع الا علب بلاستيك صحة ما يدلونا بين الكيس الا 50 حرم ما غيرها مشوا بالشمس اللي قد واحطوا لنا الحمد لله والله انهم تاعبين كانوا بخيرين سائرين جايين وزطالهم هذا الالم طرحهم فوقنا حتى الاكل ما عادش ياكل ساعة ما كانوا بخير ما عادش تبصره تاعب هكذا معاهم الماء واصل لا يقطع الماء عشان تخرج نفوس بعد والله اقول لك الوجبات قد وصابوه على ما على زو على زبادي لا بفو وروتي ورانا بنجرب الميتين خذ 10-5% من الواحد ساعة ذي صغار الغداء نعمل دبيخ لا بالرز قبك الكيلو الرز بنجر نص الكيلو ب400 لا بالرز قد احنا نجر لهم قاسي بهزالات نجر لهم نص كيلو رز نعمل لهم دبيخ بطاء والسلطة هذا والله ما عاد وصلوا عندها الحين وقع الحرب كان ما السلطة والله ما كان نفكها لهم كان يقولوا حالي لهم لكن والله ما من حين اختلفت الأوضاع عند كل شيء نار قول لهم يرحموني الصدق قولوا يما المحصول لبسينا الحاصل وأكلنا الحاصل لكن شيء تعبي خاطرك وقلت داني تعب ولا مرض عليهم افتجعوا هنا Help us to support widows like Wahdah. Donate to our Yemen Health Project and provide life-saving medical support and supplies to clinics, helping families like Wahdah's to access free treatment. Visit humanappeal.org.uk or call 0161 225 0225.